بتحبي تبلشي نهارك بغسل شعرك بس بعدين بتكرهي قديه بيتساقط لما تسرحي؟ جربي مجموعه بانتين ضد تساقط الشعر. اكتشفنا انه الشعر التالف بيفقد طبقه الحمايه وبيصير معرض اكثر للتكسر والتساقط. تركيبه بروفي بتتغلغل بالشعر بعمق وبترجع طبقه الحمايه وبتساعد على منع تساقط الشعر مع الوقت. بلشي نهارك مع شعر صحي وقوي. بلشي نهارك مع بانتين. بانتين ضد تساقط الشعر. كل الصحه لتحبي شعرك.